كان بنزل اسمها كتير، بنزل ملك نفس الشيء، بنزل كتير كل حاجه، بس في حاجات وضوح مش موجود جوه، في دلع، في دلع. اللعيبه اقول لك قول اللي في قلبك يا كابتن. لعيبه نادي الزمالك للاسف ما بيحسوش بقيمه جمهورهم، ما بيخافوش على زعلهم. لعيب النادي الاهلي بيخاف على زعل جمهوره. يا سلام عليك، يا سلام عليك. يعني يعني بص، امسكت بمشرط الطبيب الجراح، الله ينور. والله مع الاستقرار الموجود، لو في استقرار وفي يعني مفيش تدخل موجود في النادي الاهلي، في حته تدخل، في كل واحد ممكن عايز يقول بصمته، هي دي ممكن تاثر. طب هو بيحصل لعلمك وبيحصل حاجات كتيرة وحشة وحلوة، بس في الديرة الناس زمانك للأسف أي حاجة بتطلع من محلها. النادي الأهلي الأهلي بيبقى في كل نادي فيه مشاكل، زي ما بقول كل بيت فيه مشاكل، بس الشاطر اللي هو خد ما يلاقيش المشاكل بتاعته ويطلع الحاجة الكويسة، بس ما طلعش حاجة. بس هو ده الفرق الموضوع. طيب كابتن ابراهيم الكهرباء ممكن ينتج كتير. نعم كابتن ابراهيم حسن احد اهم النجوم في تاريخ مصر والنادي الاهلي وكل الفرق اللي لعبها في الحتة اللي لعب فيها، هل ترى في الاهلي مشكلة في خط الدفاع والظهير الايمن؟ مفيش مشكلة خالص. ده سؤال جاي لك من الناس. لا محمد هاني ده من اللعيبه المصابه لمصر، المصابه للنادي الاهلي. حته العمق يا كابتن بالتحديد. ما موجود، ما طبعا احمد فتحي لعيب مخلص في اي مكان بينجز فيه. احمد فتحي اصلا ديفندر وانجز واشتغل وتعب في الاسماعيلي لحد ما راح الاهلي في منطقه مصر، وانجز في النادي البطايق، وانجز في حتى الاستوبر بس في كداب. واحمد فتحي موجود، انما بتكلم على المستوى اللي جاي. محمد هاني ما اعتقدش انه ممكن يكون حد بنفسه في النادي الاهلي يعني في المستقبل. طبعا احمد فتحي هنا لحد دلوقتي، بس انا بتكلم عن المستقبل. في المكان ده، في مصر، في بس هاني يتفوق. انت عندك في بكار وعندك كريم النادي المصري،